لا شك أننا نمر بأوقات حرجة للغاية، فمن منا توقع ذلك السيناريو المخيف الذي نعيشه؟ عالمنا الذي نعرفه اليوم لم يعد كالسابق، وأصبحنا نعيش في عزلة تامة، الأمر الذي أدى إلى انهيار العديد من الصناعات. اليوم سنتعرف على 11 صناعة انهارت بسبب فيروس كورونا. المولات والأسواق التجارية والمطاعم. بسبب حالة الحظر التي فرضتها معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم، تحولت المولات والأسواق والمطاعم الكبرى إلى مدن أشباح، خصوصاً بعد توجه الغالبية العظمى نحو التسوق عبر الإنترنت، وهو ما جعل معظم أصحاب تلك المولات يغلقونها لأجل غير مسمى ويقومون بتسريح موظفيها لتوفير التكلفة. الحفلات الموسيقية. لا شك أن الحفلات الموسيقية تعد واحدة من أخطر الحالات المؤدية لانتشار الفيروس بشكل هستيري، لذا كان من الطبيعي إيقافها من قبل الحكومات لأجل غير مسمى. هذا بالطبع أثر على كل العاملين بذلك القطاع من مطربين وفنانين وشركات حجز طيران وأفراد عاملين في الكواليس. السؤال الآن، هل ستنتعش تلك الصناعة بشكل مضاعف بعد انتهاء الفيروس؟ ربما تزداد شهية الناس للاختلاط مجدداً وبشكل أكثر مما سبق. الأحداث الرياضية. في 11 من شهر مارس توقف الدوري الأمريكي للمحترفين لأجل غير مسمى بعد أن تبين إصابة اللاعب رودي جيبرت لاعب فريق يوتا جاز بفيروس كورونا. وفي 16 من مارس تبين أن إجمالي الحالات الإيجابية من بين العاملين بالصناعة هم من لاعبين وغيرهم 16 حالة. تلك الصناعة التي تفوق قيمتها تريليون دولار لا يختلف حالها كثيراً عن الحفلات الموسيقية من حيث خطورة استمراريتها. اليوم توقفت كل الأحداث الرياضية على مستوى العالم، من دوريات كرة قدم لكرة سلة لماراثونات ركض وحتى أولمبياد طوكيو التي كان مقرراً لها أن تقام في 24 من يوليو القادم تم تعليقها، وهو ما ألحق خسائر فادحة بعالم الرياضة بجانب الأنشطة المساندة له كشركات السياحة والفنادق والحجوزات وغيرها. صالونات التجميل. في وقت يعد لمسك لوجهك خطراً كبيراً، لا شك أن فكرة الذهاب إلى مراكز العناية والبيوتي سنترز غبية للغاية، فلا أحد منا يريد ترك وجهه لشخص ما قام بلمس عشرات الوجوه من قبله. هذا هو الحال مع البيوتي سنترز التي توقفت فعلياً وبشكل شبه كامل منذ بدء الأزمة. مقرات الجيم واللياقة البدنية. منذ بدء الأزمة تضررت صالات اللياقة البدنية والجيم بشكل بالغ، خصوصاً بعد قرار حكومات أغلب دول العالم بإغلاقها منعاً للاختلاط وحفاظاً على التباعد بين الأشخاص، الأمر الذي ألحق بملاك تلك الصالات خسائر فادحة وأدى بمعظمها خصوصاً الصغيرة منها إلى الإغلاق بشكل نهائي. قطاع الأفراح والمآتم. كان من الطبيعي أن تتضرر تلك الصناعة من العزل لما بها من تجمعات هائلة وفرص كبيرة لانتشار الفيروس. مثلاً في جنوب أفريقيا وفي 26 من مارس تم منع 26 تجمعاً لأكثر من 100 شخص بشكل صارم حتى قبل القرار الرسمي للحظر. كذلك أوصت إدارة ترامب بمنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص. أما في أستراليا فقد تم حظر إقامة المآتم بشكل نهائي. كل هذا أدى إلى إلحاق خسائر كبرى للعاملين بتلك الصناعات، من مطاعم لبائعين لمصورين لأخصائيي إضاءة وغيرهم، وهو ما قد يدفع لازدهار تلك الصناعات بشكل مضاعف بعد انتهاء الأزمة، حيث سيتدافع الأشخاص نحو حجوزاتها بشكل قياسي. دور السينما والمسارح والمتاحف والمعارض الفنية. بالطبع لم تسلم تلك الصناعات من الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا، باعتبارها من أكثر الأماكن العامة التي تعتمد على التجمعات من خلال شراء الأشخاص لتذاكر زيارتها. منذ بدء الأزمة وحتى اليوم تم تأجيل عرض عشرات الأفلام السينمائية والعروض المسرحية بجانب غلق كافة المتاحف والمعارض الفنية، مما يعني خسائر تتجاوز مئات الملايين في غضون أشهر معدودة. شركات الطيران. تعتبر شركات الطيران ووكالات السفر من أكثر الشركات التي تعاني من مشاكل مرعبة بسبب فيروس كورونا، فقد فقدت معظم تلك الشركات أكثر من 50% من مبيعاتها بجانب كم الحجوزات الهائل الذي تم إلغاؤه بسبب وقف حركة الطيران العالمية.
الأمر الذي اضطرها لتحويل عدد كبير من موظفي المبيعات لقسم خدمة العملاء والردود على الشكاوي لمحاولة إرضاء العملاء الراغبين في استرداد أموالهم على أمل أن تنتهي الأزمة قريباً ويتمكنون من الحفاظ على عملائهم. صناعة السفن السياحية، النقل السياحي، من أكثر القطاعات تضرراً على الإطلاق، خصوصاً وأن أوائل الحالات الضخمة للإصابة بالفيروس تبينت على متن بعض السفن السياحية. مثلاً في اليابان في 4 فبراير تم إيقاف سفينة سياحية وعزلها في ميناء اليابان بعد اكتشاف 700 حالة إيجابية من بين 3700 راكب على متن السفينة، وعلى متن رحلة أخرى تبين وجود 21 حالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة أكبر السفن السياحية في العالم بأكثر من 60% في الشهور الماضية فقط. المصانع والورش الكبرى، بالطبع تعد المصانع بيئة خصبة للغاية لانتشار الفيروس بين العاملين بشكل هستيري. لعل هذا من أهم أسباب انتشار الفيروس عالمياً، لأن الصين هي دولة منشأ الفيروس، وهي كذلك تعد أكبر دولة مصنعة في العالم. لذا كان من الطبيعي أن يتم إغلاق تلك المصانع والورش وعدم الإبقاء على أي منها سوى الضروري للدول لتجاوز تلك الأزمة، والعمل على فتحها بشكل جزئي ومخفف لتجنب أي نتائج سلبية، وهذا بدوره سيجعل أصحاب تلك المصانع يتحملون خسائر فادحة لمن يتحملها أغلبهم، خصوصا الصغار منهم. القطاع الفندقي، بالطبع تضرر قطاع السياحة بأكمله من فيروس كورونا، بما في ذلك الفنادق والتي كانت دون عمد واحدا من أهم أسباب انتشار الفيروس بتلك السرعة. مثلاً في شهر فبراير كان هناك اجتماع في قاعة المؤتمرات لفندق ماريوت لونغ وارف في بوسطن، وقد تبين فيما بعد إصابة واحد من الحاضرين. بعدها بيومين فقط تم اكتشاف عشرات الحالات الإيجابية من بين باقي الحاضرين، وفي 11 مارس ظهرت العديد من الحالات الإيجابية بين الموظفين، الأمر الذي جعل ماريوت يتخذ قراراً فورياً بالإغلاق. نفس المصير بالنسبة لأكبر فنادق العالم كهيلتون ورويتز كارلتون، وهذا سيؤدي إلى كارثة بشكل حتمي. في الولايات المتحدة فقط تخسر الفنادق الكبرى إيرادات بواقع 1.4 مليار دولار أسبوعياً، وإن طالت فترة الإغلاق أكثر من ذلك سيتم تسريح أكثر من مليون عامل بالصناعة.